السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو بو. فإن شاء الله في هذا الفيديو أو حتى في الفيديوهات القادمة سوف نقوم بطرح لكم ترارات في الفوركس، يعني لكيفية الاستفادة، خصوصا يعني الترارة التي سوف أقوم بطرحها لكم اليوم، كيف يمكن لك أن تقوم بالاستفادة والربح من خلال هذه الترارة. سنقوم بوضع لكم فيديو، لكن للأسف لن أقوم يعني شرح بالتفصيل يعني لهذه الثغرة، بل سأقوم بطرح لكم يعني فقط الفكرة، حيث أنك تفهم أنت الفكرة. حينها سوف أقوم بطرح لكم التفصيل بالكامل في المجموعة الخاصة بنا على التليجرام. هي مجموعة قمت بتخصيصها فقط خاصة، يعني قمت بتخصيصها يعني فقط للتغيرات الخاصة سواء بالفوركس أو حتى ببعض المواقع التي سوف نقوم بطرحها. لماذا الكل يعني سوف يسألني لماذا وضعت قناة خاصة ومدفوعة في التليجرام تخص يعني التغيرات الخاصة بالربح من الإنترنت؟ فعندما كنت أقوم بنشر لكم يعني أي تغيير على الإنترنت، فهناك الكثير من الأشخاص من يقوم بالتبليغ على تلك الثغرات، فحينها يتم قفلها ولا يستفيد منها يعني إلا عدد قليل. لهذا قمت بوضع لكم قناة على التليجرام، هي قناة مدفوعة بالطبع للمهتمين فقط، هم الذين سوف يقومون بالدخول إلى تلك القناة بالطبع ويستفيدون من خلالها. على العموم هذه القناة مدفوعة، وحتى يعني سعرها ليس بالكبير، يعني فقط 100 دولار فقط. هذا الفيديو سوف نتحدث لكم عن الطريقة، ولكن إن شاء الله يعني في القناة يعني على الخاصة سوف نقوم بشرح لكم البروكر الذي سوف تقوم باستخدامه، كذلك سوف نقوم باستخدام يعني اللوت الذي سوف تقوم باستخدامه، كذلك الليفرج الذي ستقوم باستخدامه، والكثير من التفاصيل التي سوف نقوم بوضعها على قناتنا على التليجرام. هناك قناة مجانية على التليجرام ستجدها أسفل في صندوق الوصف. في حال كنت تريد الحصول على توصيات يومية سوف تجدها أسفل في صندوق الوصف، فلا تذهب بعيدا، ابقى معنا. عودة لكم مرة أخرى. فكيف ما تشوفوا معايا يعني في هذا الفيديو هذا، على أن هذا الشرط اللي كنشوفوه معنا الآن يعني به يعني شيء يسمى بالجاب. أوكي، هنا مثلا من هنا إلى هنا هذا يسمى جاب، حيث أنه يعني عندما يتم قفل هذه الشمعة تقوم بالقفل هنا، فبمجرد يعني فتح الشمعة الثانية فيتم فتحها في مكان يعني سواء كان في مكان يعني أعلى الشمعة أو أسفل الشمعة. أوكي، فنحن سوف نقوم بالعمل على الجاب. ممكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص من يعمل على الجاب، يعني سواء في قفل او فتح يعني الصفقات يعني عن طريق البيع والشراء، ولكن يتم مارجنة جميع الحسابات الخاصة به. فالطريقة التي سوف نعتمدها، نحن سوف نركز على العمل خارج السوق، يعني اي اننا سوف نقوم بالعمل فقط على الجاب، يعني بمجرد الفتح هنا سوف يتم قفل الصفقة، بمجرد يعني الفتح في الاسفل سوف يتم قفل الصفقة. فكيف سوف تتم هذه الطريقة؟ لنفترض اننا الان في هذه الشمعة، يعني نفترض اننا اوكي اسف لنفترض مثلا انني في هذه الشمعة، يعني تم قفلها في هذا اليوم يعني في هذه الساعة. اوكي، فقط سأقوم بعمل يعني اوكي جيد الان. فكما تشاهد معي الان، لنفترض انه تم قفل الشمعة في هذا المكان، يعني الشمعة هي كانت في حالة النزول، وبعدها عندما تم فتح في اليوم الآخر تم فتح يعني في هذا المكان، أي في تم فتحها يعني في البايك. أوكي، ثم تشاهد معي. على العموم الفكرة هي سهلة وبسيطة جدا، لكن لن نتحدث عن التفاصيل، لن نتحدث عن يعني البروكر، لن نتحدث يعني عن الزوج الذي سوف نعمل عليه أو الأندكس الذي سوف نعمل عليه، سوف نقوم بالتحدث فقط عن الطريقة. بالنسبة للتفاصيل بالكامل سوف تكون يعني عبر فيديو،
كذلك سوف نقوم بوضع لكم لايف يعني حول الطريقة التي أعمل بها، وكذلك يعني حول الصفقة، وسأقوم بفتح الصفقات كما ستشاهدون معي يعني في الفيديوهات أو في اللايفات القادمة، لكن ليس في القناة كما قلت لكم، بل في قناتنا الخاصة على التليجرام. سوف نقوم بشرح لكم كل شيء هناك. لا نريد يعني ان نقوم بنشر لكم يعني مثلا ثغره ويتم اقفالها، ثغره ويتم اقفالها. عانيت من هذا المشكل بشكل كبير، لهذا قررت اقوم بوضع فقط قناه خاصه لمن مهتم، فقط هو الذي سوف يقوم بالدخول الى هذه القناه. اوكي، لنفترض كما قلت لكم على ان هذه الشمعه تم قفلها في هذا المكان. لنفترض اننا نحن في هذا اليوم، اوكي، يعني لنفترض مثلا اننا نحن في يوم مثلا هنا يعطيك يعني 18، اوكي 19. نفترض مثلا اننا في هذا اليوم يعني في 18 من هذا الشهر، فكل ما علينا ان نقوم بعمله هو اننا سوف نقوم بفتح حسابين يعني في شركة معينة، سوف نقوم بطرحها لكم في يعني في قناتنا على التليجرام في بروكر معين كما تحدثت. كذلك سوف نتحدث عن لوت معين سوف نقوم بالدخول اليه كما تشاهد معي الان. فعندما سوف نقوم عندما سيتم قفل السوق او قبل ان يتم قفل السوق بدقائق سوف نقوم نحن بالعمل. لنفترض ان السوق كما يقوم يعني هناك بعض يعني الاسهم التي يتم قفلها، يتم قفل السوق الخاص بها يعني خلال الثامنة مساء، وهناك يعني من يتم قفلها الساعة 10 مساء. فنحن نفترض أننا سوف نقوم بالعمل مثلا على زوج معين أو أندكس معين، سوف نقوم بفتح قبل أن يقوم بإقفال السوق، سوف نقوم بفتح صفقتين، صفقة باي أو صفقة شراء من حساب، وصفقة بيع من حساب معين. أوكي، لدي هنا حسابين، يعني مثلا افترض في هذا الزوج اقوم بفتح يعني صفقة معينة، صفقة شراء وصفقة بيع. اوكي، فعندما يعني بلوت معين بالطبع يعني سوف نقوم بالعمل بلوت معين، وهو الذي سوف يكون يعني سر هذه الطريقة وسر الربح من هذه الطريقة. فعندما سوف يفتح الجاب في هذا المكان مثلا في هذا الجاب في هذا المكان يتم هنا الربح في حساب واحد والحساب الثاني يتم مرجنته. فنفترض ان هنا عندما سوف يعني حتى لو قمت بوضع التي بي، يعني حتى لو قمت بفتح الصفقة هنا ووضعت التي بي هنا، حتى لو قمت بوضع التي بي هنا وفتح السوق في هذا المكان سوف تقوم بالربح من خلال او سوف يتم فتح قفل الصفقة من خلال هذا السعر وليس من سعر التي بي الذي قمت بوضعه. اوكي، فالسوق يعني خلال هذه الفترة السوق لا يعمل، لهذا نحن نقوم بالاستفادة من هذه الثغرات الموجودة بهذا المكان او من هذا الجاب الموجود بهذا المكان. فكما قلت لك تقوم بفتح يعني صفقة شراء وصفقة بيع. يعني نفترض اننا كما قلت لك على اننا في هذا اليوم وقمنا بالدخول بصفقة شراء وصفقة بيع، واليوم الثاني فتح السوق يعني في هذا السعر، يعني انظر كم من نقطة هنا. اوكي، فعندما سوف يتم فتح هنا يعني فتح هنا اصلا يعني ما سوف يقوم السوق بالفتح سوف تحصل هنا على ربح. اوكي، لنفترض مثلا انني دخلت ب 300 دولار، يعني 300 دولار في صفقة شراء و 300 دولار في صفقة بيع، يعني هذه فقط افتراضات، لكن في صفقة يعني في قناتنا على التليجرام قناتنا الخاصة نتحدث فيه عن كل شيء بالتفصيل، يعني كل شيء بالتفصيل، اللوت، المبلغ الذي تدخل به، كل شيء سوف نتحدث عنه. يعني سوف نقوم بسحب الفريم مارجن خلال فتح خلال قفل السوق، يعني كل هذا يكون بالتفصيل في قناتنا. هنا نعطيك فقط الفكرة. اوكي، على العموم عندما يتم هنا قفل السوق، اوكي، عندما يتم قفل السوق هنا ويتم فتح هذا المكان، حسابين، حساب واحد يتم مرجنته، يعني هناك حساب يتم مرجنته والحساب الاخر تقوم بالربح.
الحساب الذي يتم مخزنته قد تجد فيه يعني ناقص 200 دولار ناقص 300 دولار، وتلك 200 دولار او 300 دولار يتم هي يعني هي في الحساب الثاني هي الربح الخاص بك. لنفترض انني وضعت 200 دولار مثلا في هنا، قمت بالدخول بشراء يعني 200 دولار وقمت بالدخول في الحساب الثاني 200 دولار في صفقة بيع، عندما يقوم السعر بالصعود الى هذا المكان فحينها 200 دولار يتم مخزنتها وتجد يعني حسابك الاول به ناقص 300 دولار او ناقص 200 دولار، وفي الحساب الثاني الذي قمت بعملية شراء به تجد فيه يعني على انه قمت بالربح من خلاله، وحينها تقوم بقفل الصفقة او حتى تقوم فقط بوضع تيبي قريب بحيث انه عندما يتم فتح السوق يتم ضرب التيبي مباشرة بعد ان تقوم بعمل هذه الصفقة. فكما قلت لك صفقة شراء صفقة بيع ويتم الربح من خلال مارجنات الحساب الاول والحساب الثاني تقوم باستفادة من خلاله. فهذه الطريقة لا تنفع مع اي شركة، فهذه الطريقة كما قلت لك لكن لا تنفع مع أي شركة، هي فقط تنفع مع يعني بوكر معين بلوت معين يتم طرحه سوف نقوم بطرحه. كذلك كما تشاهد معي الآن هنا بعض الجاب يعني التي تشاهدها هنا لكن ليست بالكبيرة، يعني حتى سعر الدخول في هذا مثلا يعني هذا الزوج أو هذا الأندكس فهو ليس بالسعر الكبير. اوكي نفترض اننا سوف نقوم مثلا بالدخول الى الاسهم الخاصة ب مثلا اي شركة معينة مثلا كوكاكولا او شيء من هذا فلن تنفع معك الطريقة، فقد يكون هناك يعني النتيجة مارجنات الحساب الخاص بك، لهذا انا لا انصح بعمل هذه الطريقة الا على شركة معينة من خلال أشياء الأسهم الخاص بها، كذلك من خلال يعني بروكر معين لأن سعر الدخول به يعني مختلف عن بعض البروكر، كذلك هو ذلك البروكر يعني يعطيك ميزة بحيث أنك تقوم بسحب الفري مارجن، بحيث أنه عندما يتم قفل الحساب أو عندما ليس قفل الحساب بالطبع عندما يتم قفل السوق تقوم أنت بسحب الفري مارجن وتقوم بالاستفادة من هذه الطريقة. هذه الطريقة حصرية على قناتنا، لن تجدها يعني في أي قناة أو أي شخص يعني يقوم بعمل لك يعني شرح مثل هذا أو طريقة مثل هذه. هذه فقط يعني قمت بالاستفادة منها أنا شخصيا، وسأضع لكم حتى يعني في قناتنا على التليجرام التي ستجدها أسفل في صندوق الوصف، يعني قناة مجانية، وكذلك لدينا قناة مدفوعة هي خاصة بالتغامات، هي سوف نقوم بوضع لكم النتائج الخاصة ب عبر هذه الطريقة في قناتنا على التليجرام. في حال كنت متابعة قناتنا على التليجرام ادخل على الرابط الموجود أسفل في صندوق الوصف. فأتمنى أن يكون فيديو اليوم وحلقة اليوم قد نالت إعجابك، أتمنى كذلك أن تستفيد من حلقتنا في هذا الفيديو، حاول كذلك أن تقوم أنت أيضا بالبحث وكذلك يبحث عن تغامات اخرى من خلال يعني من خلال هذا من خلال يعني هذه الطريقه التي شرحتها لك في هذا الفيديو. كان معك خالد سمو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.